السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. تعودوا. لا دي طويله اليوم. اولا كنهنئ السيد الرئيس على هذا الانتخاب، وبالطبع ان يعني هناك بطبع الثقه ديال المستشارات والمستشارين مدينه الرباط، وكذا الثقه ديال الرباطيات والرباطيين. ننتظر الكثير من هذا المجلس، لان ساكنه الرباط كتنتظر الكثير. هناك مشاكل يعيشونها مازال هنا ساكنه مدينه الرباط في مجالات اجتماعيه، مجالات اقتصاديه، والمنتظر ان المجلس يعني بالطبع يساعد بافكاره وبارائه بالبرنامج اللي غيقدموا مره جديده، لانه بالطبع رئيسه جديده، مكتب جديد، رؤيه جديده، ولكن نفس الاغلبيه فريق جديد لكي يلتحق بالأغلبية والفريق الاشتراكي، ويعني المكونات الأغلبية طبعا هنا لدعم السيدة الرئيسة لنجاح البرنامج، لأنه في الأخير نجاح المجلس، نجاح الرئيسة هو نجاح للرباطية والرباطيين. نعم طبعا احنا حضورنا اليوم كيف ما شفتوا التصويت مع الاغلبيه مع الرئيسه، لان انا هادشي كان النجاح ديال واحد المؤسسه، النجاح ديال الرئاسه هو نجاح للساكنه، وهذا هو المنتظر. يعني حتى لما كان فريق الاسره والمعاصره في المعارضه في الولايه السابقه، الا شنو كنا كنقولوا؟ النجاح ديال المجلس ونجاح ديال الساكنه. كانت عندنا ملاحظات بالطبع، ولكن كنقولوا دائما فاش كينجح واحد البرنامج، كينجح واحد المؤسسه، راه اللي كيستافدوا منها شكون هما الساكنه.